شكرا على هذه الكلمة الطيبة والمثمرة. والآن مشاهدينا الكرام مع انطلاقة شوطنا في هذه البداية بأربعة أشواط إلى الميدان. أيها الحفل الكريم، مرحبا بالجميع، مرحبا في هذا الميدان. هنا من النادي الكويتي لسباق الهجن نرحب بكم أشد الترحيب. مرحبا ترحيبة الغالين، هاتوا الدلة وفنجالي، دلة بالهيل مليانة للحضور تصب وتشالي. مرحبا والنفس طربانة، مرحبا والنفس طربانة، هكذا ينطلق شوط الكاس، كاس الانتاج مع بداية هذا المهرجان، المهرجان الكويتي السنوي الدولي تحت رعاية سامية من أمير البلاد يحفظه الله ويرعاه الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح، يحفظه الله من كل سوء ومكروه. مباشرة لأنقل لكم من هنا ومن خلال هنا هذا الميدان هذه اللقطة وهذه النشرة الموجزة لبرنامج هذا المهرجان وملخصا بشوطه الأول الحاضر بهذه الأسماء: شواهين والجازي، الفارقة ومخيفة، الصفر دوسعايب، مرعبة ونجلة، سمرقند والفارقة، سلهودة وشموخ. إذا ويلكم تو ذا كلب from all over the world in the Kuwait Camel Racing. We hope you enjoy watching over the world. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بالجميع، مباشرة لأنقل لكم المركز الأول أرى شعار الفهاتي. مرحبا تنتقل إلى مقدمة الشوط لتقدم الصفرد على المركز الأول، على الصدارة، على التحدي، على المقدمة. المركز الثاني نقلة إلى مرعبة تعود ملكيتها مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري، يأتي عبر المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث، الانطلاقة والحضور من تحديات هذا الشعار المنطلق هنا. كذلك الفهادي يعزز الموقف مع هذه الانطلاقات ليقدم لنا اسما آخر ينطلق مع صعايب. المركز الرابع، الانطلاقة والحضور هنا 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 مخيفة مخيفة مخيفة. عبر المركز الخامس والرابع عبد الله علي راشد المري يأتي يقدم لنا شعاره، شعار النجوم every star in Kuwait Camel Racing. الله 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 الله، يبدو لشعار بن كاظم هنا حاضرا يتسلل الآن مع ال 1800 متر الأخيرة، يأتي مقدما لنا عبارة شواهين على المركز الثالث. هكذا متابعينا الكرام، حد يكمل، حد يستسلم. أين أنت يا صاحبة الكاس؟ أين أنت من هذه المعركة، معركة داحز والغبراء؟ إنها لها 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 بإذن الله تعالى مع هذا الميدان. هنا من النادي الكويتي لسباق الهجن ننطلق منكم وإياكم حاضرين متسللين إلى مضيق الاتحاد. عبرنا المضيق، عبرنا المضيق، الله الله، إنه الكوع الأخير يا جماعة، إنه الكوع الأخير اللي كوعه من عند كيلو عصاها قوس. التحيز الشمق والدقتين الركض كله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الله، إنها الصفرد في المركز الأول تحت الصدارة الآن تقدم لنا انطلاقة ناصر. يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر يا ناصر ويا طالب ويا فلاح، الله، يا سلام يا سلام يا سلام. خليك مركز، الشوط لا يحتمل الأعصاب، لا يحتمل الأعصاب، لا يحتمل الأعصاب. إنها بالغطرسة بالغطرسة والكبرياء والعنفوان والخطوة المرتبكة المتحيرة، الله
جيتي وانا ادور مجيكي من زمان لا يبعد كل الوجوه النيرة. يا سلام الكاس كاس المهرجان في بداية هذا المهرجان. الله الله حضرت مرعبة حضرت مرعبة على المركز الثاني. يا سلام مطلق بن ناصر الهاجري يحضر عبر المركز الثاني يتسلل الآن لكن لا زالت الصفرد هي سيدة الموقف والمعركة طاحنة. الله 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 يا سلام أين أنت أين أنت من الناموس. إن القلب لا يفرح وإن الشوق لا يلتهف لخطف الكاس لخطف الناموس. الله الترقب الأخير. الله مرحبا مني لو الترحيب مني ما يكفي لو أرحب لين يرث الله الأرض وما عليها. الله الله الكاس مع مرعبة مرعبة مع الكاس صفقوا لها يا جماهير التراث. سلام مرعبة سلام. الله الله إنها مرعبة خاطبة هذا الكاس مع مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. تهانينا مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام. إذا كانت مرعبة سيدة الموقف المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الاعزاء الصفرد لناصر سعود الفهادي. ثالثا وصلت الفارقة عبد الله بن علي المري. المركز الرابع حضرت هناك شموخ عبد الله علي بن جهيم. المركز الخامس اذا مشاهدين الاعزاء هنا الجازي لطالب المري. هكذا متابعينا الكرام مرعبة مرعبة لاول الاشواط خاطفة هذا الناموس متوجهة للسيد المطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. تهانينا تهانينا تهانينا. كان خط النهاية واقف يحترمها تحذف لها الغتر وتهل معها العباري. كل ما ردد موتر لداعه باسمها شيخ لا من شافها يغتنمها. كانها اللي على خوض الجموع انتحاري فارس تستدير المهرة يا نعمها. من لدامي عليها لاستدارت مواري
والهجم معها هبوء.